وانا اسال المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا حامد محمد يمسي عليكم بالافراح والمسرات واحييكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي الوسطى. في هالحلقه بنشير وياكم للذيد، بنشارك اهاليها فرحتهم بالعرس الجماعي الثاني بمنطقه الذيد اللي يقام بمكرمه ودعم سخي من صاحب السمو الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد على القوات المسلحه، وتشرفوا بحضور سمو الشيخ نهيان بن زايد ال نهيان رئيس مجلس امناء مؤسسه زايد بن سلطان ال نهيان للاعمال الخيريه والانسانيه. مشاهدينا نتمنى ان شاء الله تتابعونا وتستمتعون في الحلقه السعيده هذه. أجواء جميلة عاشتها مدينة الذيد احتفاء بالعرس الجماعي الثاني الذي ضم 97 عريسا من أبناء المنطقة الوسطى. المدينة استعدت أفضل استعدادا لاستقبال هذا الحدث الذي يقام برعاية كريمة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد على القوات المسلحة، في خطوة حظيت بتقدير كبير من قبل أعيان المنطقة وأهالي العرسان، فيما قدمت فرق الفنون والتراث الشعبي عروضا متنوعة احتفاء بفرحة أهالي المنطقة الوسطى بزواج أبنائهم. أخواني وأعزائي المشاهدين، أول لقاءاتنا اليوم عند وصولنا لقاعة العرس الجماعي وساحة العرس الجماعي في منطقة الذيد، ويا سعادة الخليفة محمد بن هويدن رئيس اللجنة المنظمة العليا للعرس الجماعي الثاني بمنطقة الذيد. أستاذ خليفة، بداية الله يعطيكم العافية، كلمتك بهذه المناسبة. بهاي المناسبة لا يسعنا إلا أن نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات، لا يسعنا إلا أن نشكر، نتقدم بالشكر الجزيل إلى سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظ الله ورعاه على رعاية هذا الحفل الكريم وهذا الفرح للجميع، العرس الجماعي في مدينة الذيد، وهو العرس الجماعي الثاني لأبناء مدينة الذيد اللي وصل عددهم تقرابة 100 عريس. هذا الحفل اللي بدأناه في 13/1/2012، وهذا العرس الثاني حاليا اللي هو في تاريخ 1/1/2013. العرس طبعا مكون من 4 خيم كبيرة، خيمة للرجال 10 رجال، وخيمة للمدعوات النساء، وخيمة للعرايس حضور العرايس، وخيمة لصالة الفرح الحالية أمامكم. طبعا اشتراك مع لجنة منظمة وفريق عمل متكامل، جزاهم الله خير، نثني عليهم ونشكرهم على جهودهم خلال أسبوعين اللي مضن، كان يعني تعب وكان يعني تنسيق، وكان هناك يعني كثير من الأمور اللي تحتمها علينا هذه الجهود اللي ثمرتها نقطف ثمارها الآن. فالحمد لله الله وفقنا ويمل حالنا إن شاء الله، ويتمم هذا العرس إن شاء الله بخير، وإن شاء الله العرسان يخلصون العشاء إن شاء الله، ويكون هناك في تنسيق مع اللجنة النسائية لعريس عريس يعني يستلم عروسته، وإن شاء الله نتمنى لهم الأسرة المستقرة، الأسرة اللي خالية من الديون، الأسرة اللي هي نواة المجتمع، اللي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يسهلهم هذا العرس وهذه الحياة، وأن يرزقهم ذرية صالحة خالية من النقصات وخالية من المشاكل وخالية من ثقل الدين. نعم. أستاذ خليفة، كلامك يوضح أن الجانب العرس الجماعي مش بس جانب مالي، جانب دعم، كذلك هو جانب اجتماعي. أنتم كلجنة منظمة، خبرنا عن الجانب الاجتماعي، النصح والإرشاد والتوجيه اللي قمتوا به تجاه الإخوان العرسان. والله يعني نحن
من نشرنا خبر انها رعاية الشيخ محمد وان هناك عرس جماعي يوفر للشباب هذه التكاليف الباهظة اللي هو صالة النساء وصالة الرجال والمبالغ المالية اللي طائلة اللي ما يقدر يتحملها الإنسان إلا بقرض، يعني المواطن العادي ما يقدر يتحمل هاي النفقات إلا بقرض ودين. فيعني لبوا لهذا العرس وسجلوا الحمد لله الأعداد الكبيرة. اخواني واعزائي المشاهدين، نلتقي مع سعاده سالم محمد بن هويدن عضو المجلس الوطني الاتحادي وهو نائب رئيس اللجنه المنظمه للعرس الجماعي الثاني في منطقه الذيد. ابو سلطان، بدايتنا الله يعطيكم العافيه، نبغاك تخبرنا اكثر عن فكره العرس الجماعي وطريقه تنفيذها، انتم كلجنه كيف قمتم بتنفيذها؟ الله يعافيك يا حامد. بدايه انا ابارك للعرسان واشكر راعي هذا الحفل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي، وهذا العرس طال عمرك اياه بتوجيهات سمو الشيخ محمد وتحت رعايته. نحن قمنا بحمله للتعريف بهذا الزواج الجماعي وفوائده واللي ممكن انه يستفيد منها العرسان مستقبلا وفي الحاضر. طبعا الزواج الجماعي يكون فائده للجميع، كانت الاسره او الشخص المتزوج، من ناحيه الدعم المادي اللي تقدمها الحكومه لهذه العرسان. ابو سلطان، اللائحه التنظيميه اللي مشيتوا عليها، كيف تواصلكم ويا العرسان والنظر في حالاتهم الاجتماعيه والتواصل معهم اساس اتمام العرس ومشاركتهم فيه؟ في البدايه نحن وبناء على توجيهات سمو الشيخ محمد بن زايد قمنا بهذه الحمله بالتواصل مع الأبنان اللي مقبلين على الزواج واللي عندهم الرغبة في هذا الزواج، وكانت عندنا فترة قصيرة، يعني تقريبا ما يقارب الشهرين، وقمنا بتبليغهم ومن يرغب. والزواج ما كان محصور بس على أبناء المنطقة الوسطى، بناء على توجيهات الشيخ كل أي شخص مواطن موجود ويرغب في الزواج ما عندنا مانع أنه يشارك في هذا الزواج. وفعلا يعني في فترة قصيرة وصل الرقم فوق 100 عريس اللي متقدمين لهذا الزواج، والحمد لله قمنا بالإعداد له وعملنا الخيام وعملنا المنصة الرئيسية والحمد لله الأمور طيبة. كيف لمستوا نجاح الفعالية هذه، نجاح العرس الجماعي من أول ما بديتوا لليوم اللي هو قمتوا فيه بتنظيم العرس؟ كان إقبال طيب في البداية، يعني كانت الأرقام تقريبا يمكن من أول أسبوع أو أسبوعين وصلنا فوق 30-40، لكن بعد التعريف بالزواج الجماعي وفوائده تفاجأنا أن الجميع وقف الأعراس اللي هي بتكون في قاعات وأعراس خاصة واتجهوا لهذا الزواج لما له مصلحة لهم ولأهلهم في المستقبل. النهيان وتشريف الحفل ومشاركة أهل المنطقة أفراحهم بهذه المناسبة السعيدة. الشيخ نهيان بن زايد ال نهيان أعرب عن شكره للقائمين على الحفل وأعضاء اللجنة المنظمة على ما بذلوه من جهد ساهم في إنجاح العرس الجماعي الثاني. وأبارك لهم بهذا العرس الجماعي، وهي توجيهاته وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن زايد، وما قصروا والجماعة كلهم فرحانين ويشكرونهم. طيب الأمير، حضرك اليوم هو تجسيد لاهتمام القيادة الرشيدة بالأبناء والأعراس الجماعية، كلمتك الأبناء اليوم وهم يدخلون حياة جماعية جديدة.
أن العائلة هي أهم نواة في المجتمع، وإذا نجحت العائلة نجح المجتمع كله، وهذا يقع على عاتقهم الحين. اخوانا مشاهدينا، نبدا لقاءاتنا مع الاخوان العرسان، فرحه عامه تضمهم ان شاء الله اليوم وتعم اهاليهم. نبدا لقاءنا وياك المعرس، بدايه مبروك العرس ونتعرف عليك. الله يبارك عمرك. محمد سعيد الجاري. حياك الله اخوي محمد. خبرنا عن شعورك اليوم في فرحه العرس الجماعي اللي تشهدها اليوم. والله اني فرحان وايد الحمد لله. الناس هنا يوم يشوفون المعاريس ويانا مثل ما تقول مثل الزيغه والربكه هاي تخف عنك تخوز. الحمد لله. كيف شفت شعور اخوانك وربعك؟ الحمد لله تعرفنا على ناس انا ما كنت اتوقع اشوفهم وطلعوا ويانا بيعرسون نفس الوقت. شو كلمتك بهالمناسبه لهم؟ شو التوجيه؟ شو الرساله تقدمها لهم هم وللمجتمع؟ والله طال عمركم اللي يروم يحضر اعراس جماعيه ويسوي يشترك فيها لانها زينه وما تكلفك وايد. الحمد لله رب العالمين. نشكر الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره والله يحفظه ان شاء الله. مشاعر طيبه بهذه المناسبه، يرحبني ويسعدني اني ارفع اسماء ايات التهاني والتبريكات الى مقام سيد الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه، ونشكره جزيل الشكر عنا وعن اخواننا العرسان طال عمرك لاقامه مثل هذه الاعراس الجماعيه. وما يخفى عليكم ان اعراسنا طال عمرك تعرف انت عرفت الاعراس تكلف تكاليف كثيره، فاقامه مثل هذه الاعراس تخف علينا وتربط بيننا تلاحم ونشوف اخواننا العرسان وشيء طيب. ونشكر ايضا اللجنه المنظمه بقياده سعاده خليفه عبد الله بن سعيد بن هويدن رئيس اللجنه العليا للاحتفالات اللي ما قصر، قدم لنا كل التسهيلات، نشكره جزيل الشكر. طال عمرك العرس شمل الحريم وشمل الريايل، وهذا مبادره طيبه من سمو الشيخ الله يطول. شو كلمتك للشباب اللي يفكرون في الاعراس الجماعيه ومترددين؟ والله شرفنا انهم يحضرون العرس الجماعي لانه فعلا عرس مميز والشيوخ طال عمرك حاضرين وعرس فخم ما شاء الله. خبرنا عن مشاعرك اليوم في العرس الجماعي هذا. فرحانين وجزاه الله الشيخ محمد بن زايد شكر على تنظيم هالعرس ومشكورين. كيف لمست مشاعر اخوانك وربعك اللي معاك؟ فرحانين ما شاء الله عليهم. كلمتك للشباب اللي يفكرون في العرس، المشاركه في العرس الجماعي ومترددين. الله يصحهم بالعرس الجماعي اوفى وفي بركه زين. والله فرحه تعم جميع هاي عرس. كيف تشوف فرحه اخوانك؟ عدد كبير ما شاء الله من العرسان اليوم. والله الحمد لله عدد كبير متول اليوم يعني بحضور الشيوخ وبحضور. كلمتك اللي توجهها لهم ولنفسك وتبارك لهم فيها. والله اقول اللي ما لحق عرس يلحق عرس من الحين. نعم ولا ما فيها. والله الفرحة ما توصف، خصوصا انها العرس يعني الراعي اصلا الشيخ محمد بن زايد، طبعا هو متكفل بهالعرس وما قصر، هذه عوايده في احياء الحياه الشسم الكريمه للمواطنين وهذه عوايده مثل ما قلت. والله مشاعر كل معرس بيكمل صدينه وبيسر الله ان شاء الله الامور وبيشوف حرمته بيقعد ويا حرمته. هاي اليوم اللي يتمناه كل مواطن وكل شاب وكل انسان حاب يكمل صدينه والحمد لله رب العالمين. كاهل الشباب مصاريف الزواج. اخوانا اعزائي المشاهدين، مشاركه فاعله للمسؤولين والوجهاء اللي يشاركون اليوم اهالي منطقه الذيد في عرسهم الجماعي الاول، فرحه ام الجميع. يشارك فيها الان سعاده احمد محمد الجروان عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس البرلمان العربي. استاذ احمد، بدايه نبغى تخبرنا عن شعورك في مشاركتك انت لاهالي منطقه الذيد اليوم في عرسهم الجماعي. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اشكر تلفزيون الشارع على هذه الفرصه. في الواقع مثل هذه المناسبات مناسبات مجتمعيه جيده جدا تنهض بالوطن وبالمواطن الى
ما يصبو إليه المواطن والوطن في واقع الأمر من خلال الأعراس الجماعية والاحتفالات الجماعية هذه. هذا شيء ظاهرة جيدة، وخصوصا يعني من خلال دعم المسؤولين ودعم أصحاب السمو والحكام اللي مثل هذه الظاهرة، ودعمها من الناحية المعنوية والناحية المادية تشجع على أن نجتاز عقبة من العقبات الرئيسية واللي هي العنوسة بما يخص البنات والعزوف عن الزواج. كذلك تدخل هذه الاحتفالات وهذه الفعاليات في برامج التركيبة السكانية على سبيل المثال، بأن نحن يعني محتاجين إلى أن نشجع ونتضافر لدعم مثل هذه التظاهرات المجتمعية. الدعم لأصحاب السمو الشيوخ، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحضور وتشريف سمو الشيخ نهيان بن زايد، أنت لمشاركتك اليوم لهذه الذكرى، كيف لمست الفرحة في أنفسهم بالدعم هذا وبالتشريف؟ في الواقع سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد يعني من يعني القيادات العليا في دولة الإمارات والداعمة لمثل هذه التوجهات من خلال مكرمات سموه ومكرمات رئيس الدولة حفظه الله. كذلك ابتهاج الناس بأن تلتف القيادة مع المواطنين في مثل هذه التظاهرات، هذه تعتبر يعني ظاهرة إيجابية جدا. والحمد لله تشريف سمو الشيخ نهيان كان لأثر يعني طيب على وقع العرسان والمعاريس وأهاليهم، بأن نحن في لحمة، ومثل ما كنا نذكر دائما وأسلفنا بأن شعب دولة الإمارات وقياده تعتبر يعني عائلة واحدة، عائلة كبيرة، نتا يعني دائما في الأفراح وفي الأتراح متماسكين إن شاء الله. أشكر القائمين على هذه الفعالية والمكرمة من صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد العدل أبو ظبي على هذه المبادرة الطيبة بزواج العدد الهائل من الشباب المواطنين في المنطقة الوسطى وما حولها. أيضا أهني أخواني الشباب اللي اليوم حفل زواجهم وأبارك لهم، وإن شاء الله أتمنى الشباب المقبلين على الزواج كذلك أنهم يسارعون للمشاركة مثل هذه الزواجات والزيجات الجماعية، لأنها فيها بركة بداية وفيها تخفيض من المهور، تخفيض من الإسراف، تخفيض من حتى الصرف غير مقبول لا شرعي ولا حتى عقلانية. طبعا مثل هذه المناسبات تفيد المجتمع كما ذكرت من ناحية الصرف، من ناحية تجمع العدد الكبير من العرسان، أيضا تجمع العدد الكبير من الأهالي للمشاركة في هذا الاحتفال، ومشاركة الشيوخ في هذه الاحتفالات هذا شيء جدا مرغوب فيه ومحبب ما بين الحاكم والمحكوم. طبعا اليوم تشرفنا بوصول سمو الشيخ نهيان بن زايد جزاه الله خير لأرض الاحتفال ومشاركة أخوانه أبناء المنطقة وما حولها في هذه الاحتفالية الطيبة. لي رسالة ولي طلب أيضا أوجه إلى صندوق الزواج أن الاهتمام والتركيز على مثل هذه المناسبات، أيضا لابد أن نلمس صندوق الزواج دور فاعل في هذه الزيجات. نعم هو له دور في أعطى المنحة هذه اللي هي 70,000 درهم، لكن برأيي وما زلت أصر أقول أن هذه المنحة غير كافية لإقامة حفلات أعراس، لكن اليوم تدخل الشيوخ في مثل هذه المناسبات هي الوحيدة اللي قادرين من خلالها أن نقيم أفراح جماعية في المناطق هذه. توجيه الشباب ونصحهم بالابتعاد عن الانفاق التفاخري والتفكير في يومهم وغدهم لتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم هي الرسالة التي من أجلها تم تنظيم هذا العرس، احتفال حمل دعوة للشباب بأن يعيشوا في حدود إمكانياتهم ويبتعدوا عن الديون التي من شأنها أن تجعلهم عاجزين عن مواجهة متطلبات حياتهم المعيشية. مشاهدين بالهازي الشعبية وبيولة الأطفال وبالفرحة اللي غمرت الأرسان وأهاليهم والحضور، نوصل وياكم لختام حلقة الأسبوع من برنامجكم الوسطى اللي شاركنا فيها الأهالي بفرحتهم بالأرس الجماعي الثاني بمنطقة الذيد اللي أقيم بدعم من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد على القوات المسلحة. نبارك لكل مأرس عروس ودام دياركم عامرة بالأفراح والمسرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.